لربي ظاهرون دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون ونبع السعادة شرعه وبغيره لا لن تكون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون فاحجز مكانك يا أخي إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة الكرام، لا تزال التكنولوجيا تسير بخطى سريعة جدا، حتى أصبح الإنسان لا يستطيع أحيانا أن يتداركها أو أن يسير معها في تطورها. الإسلام لم يأتي بدحر هذه التكنولوجيا أو بالقيام أمامها معاديا لها واقفا في سبيل تطورها، إلا ما كان فيه حرج شرعي أو كان فيه إيذاء للآخرين أو اطلاع على أسرارهم أو تجسس عليهم، أو ربما أحيانا التفريق بين المتزوجين أو التفريق بين الأب وابنه إلى غير ذلك. المشكلة اليوم ليست في التكنولوجيا، لا، التكنولوجيا تبقى أنها أجهزة واختراعات وبرامج يستطيع الإنسان أن يستفيد منها في الخير والشر، كمثل لو اشترى الإنسان كأسا يستطيع أن يشرب بها لبنا أو إن شاء شرب بها خمرا، فيتحدد حكم شرائه للكأس بحسب الغاية التي اشتراها لأجلها. نحن اليوم مع التكنولوجيا أيضا، تكلمنا في حلقة ماضية حول الفيسبوك عن نشأته، كيف كان إقبال الشباب عليه، كيف كانت الاستفادة منه. لا يزال عندنا كلام طويل كيف يمكن أيضا الاستفادة من هذا الموقع الواسع في نشر الإسلام، في صلة الأرحام، في إنكار المنكرات، في نشر الخير، في الإصلاح بين المتخاصمين، أيضا في صلة أرحامنا، أيضا في الصداقات التي بيننا وبينهم ربما عهد قديم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حسن العهد من الإيمان، يعني حسن الوفاء وذكران العشرة الحسنة هو من الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام لما رأى بعض صويحبات خديجة. إذن تعالوا اليوم لا نزال نتكلم عن الفيسبوك الذي أيضا يدخله أحيانا يعني أطفال في عمر 7 و8 ولهم صفحة وينشرون صورهم ويخاطب بعضهم بعضا، بل إنني أكاد أن أجزم أن من ضمن أيضا مستخدمي من لم يتجاوز سنهم 6 من أعمارهم. إذن كان لزاما علينا أن نتحدث عنه. تكلمنا في حلقة ماضية عن نشأته، تكلمنا عن بعض الممارسات الخاطئة من خلاله، لا يزال عندنا كلام حول هذا الموضوع، يسعدني أن تبقوا معنا اليوم أيضا في حلقة الفيسبوك. تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع. أحيانا لا تستطيع أيها الأحبة الكرام أن تقف أمام بعض الأبواب التي يغلب استخدامها في المضرة، فلا بد أن تكون ذكيا وأن تحاول أن توجه استخدامها إلى الخير، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى قريش كان صلوات ربي وسلامه عليه يستعمل أساليب متنوعة في سبيل أن يعني ينهاهم عما هم عليه من خطأ ومن شرك، وأن يدعوهم إلى الخير الذي هو عليه الصلاة والسلام. طبعا يا شباب، احنا تكلمنا في مقدمة في حلقة الماضية عن الفيسبوك وما يتعلق به، وذكرنا أيضا أن فكرته تعتبر إلى حد ما يعني ليس فيها ابتكارا عظيما، خلنا واضحين يعني، لكن أحيانا يوافق الشيء حظا من الحظوظ. يعني أحيانا تشوف لك واحد تاجر كبير وهو يعني ما عنده ذيك القدرات، والله أعرف بعضهم ما في قدرات يعني ذهنية ولا ذاك الذكاء الشديد، لكن سبحان الله وافقه حظ. صح، يعني مثل ما قال قوم قارون عن قارون، قالوا إنه لذو حظ عظيم، ما قالوا إنه لذو ذكاء خارق وذو قدرات متنوعة، قالوا إنه لذو حظ عظيم.
تكلمنا في الحلقة الماضية أن بعض الناس عبر الفيسبوك لأنه يستطيع أن يكون علاقات وأن ينشر أشياء بين مجموعات كبيرة من الناس ربما استخدم فيما لا ينفع. قلنا أنه بعضهم ربما نشر بعض البدع، ربما ذكر ببعض أنواع البدع. تعرفون أن مثلا في شهر رجب مثلا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام استحباب العمرة في شهر رجب دون غيره من الشهور. جاء عنه استحباب العمرة في رمضان، استحباب مثلا صيام يوم عرفة، صيام يوم عاشوراء إلى آخره، لكن لم يصح استحباب العمرة في شهر رجب. أو مثلا أحاديث معينة انتشرت وهي ضعيفة عن الخامس عشر من شعبان، ليلة الخامس عشر من شعبان أو صيام يوم الخامس عشر من شعبان. تجد بعض الناس من باب يعني حبابة قلبه وحسن الظن وحسن النية أحيانا يأتي قبل رجب ويبدأ يجمع الأحاديث التي ليس لها يعني خطام ولا أزمة، ولا يدري من رواها ولا يدري عن صحتها ودرجتها، ويبدأ يبثها من خلال الفيسبوك. والمشكلة أنها تمر من خلال الفيسبوك ويكون هو مثل الأنبوب الذي بعده تنتشر فيها المنتديات المتنوعة، بوابة إلى غيره. أو مثلا يتكلم عن، يقول يا شباب نحن سنستقبل بعد يومين ليلة الخامس عشر من شعبان، وهذه الليلة فيها من الفضائل، وهي ليس فيها فضيلة، ليلة مثل بقية الليالي، يعني ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء. قل مثل ذلك في قيام ليلته ونحوه. فأنا أقول لا يكون الإنسان ناشرا للبدع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فلا يجوز أن ينشر شيئا يكون هو غير متأكد من صحته. كذلك لا يجوز أن نسوق لي يعني من لا يصلحون قدوات للناس. يعني مثلا واحد متعلق بممثل معين ولا ممثلة معينة ولا مطربة، فأصبح يسوق لها، يجمع أخبارها من الإنترنت، يجمع أخبارها من الفضائيات، يتابع لها مثلا بعض المقابلات الفضائيات ويبدأ ينشره للناس. طيب السؤال، هل هذه الممثلة أو المطربة أو هل تصلح قدوة لبناتنا؟ لا. لو تقول لها الآن هذا اللي يعني مثل ما يقولون طالعة من غير هدوم في التلفزيون، وأنت شاهدت البرنامج ثم بعد ذلك جئت وتكلمت عنه في الفيسبوك وقلت يا شباب ارجعوا اليوتيوب ولا ارجعوا إلى غيره، هل ترضى أنت أن زوجتك تكون مثلها؟ لا. أو ترضى أن تكون ابنتك؟ يعني إن كان يرضى بذلك فهو عياذا بالله ليس له دين يمنعه يعني عن الوقوع في الرذيلة، وإن كان لا يرضى فكيف ترضى لبنات الناس أن يقتدوا بها؟ هذا أيضا أمر مهم، ألا يسوق لمن ستحاسب يوم القيامة لماذا سوقت له. والله سبحانه وتعالى يقول عن المؤمنين واجعلنا للمتقين إماما. اجعلنا المتقين إماما يعني اجعلنا قدوة في الصلاة وفي الصوم وفي غير ذلك. فلا يصح للإنسان أن يكون قدوة في غير ذلك. أعوذ بالله أن يكون قدوة للناس في تعاطي المخدرات، أو قدوة للناس في مغازلة الفتيات، ولا قدوة للناس في كثرة شرب المسكر ولا الدخان ولا غير ذلك. كذلك من أهم الأمور أن يكون الإنسان مسوقا للخير. صحيح. بمعنى أنا أدري في محاضرة اليوم لفلان، أو اليوم في برنامج أسبوعي نافع للشيخ فلان مثلا أو للداعية فلان. أحيانا بعض القنوات ربما ليس لها مشاهدين كثر، وأنا عندي مثلا صفحة أنا مشترك فيها مثلا 100,000 عضو، أو في بعض أشخاص ما يتابع التلفزيون يتابع النت مثلا. أحسن، فآتي أنا وأسوي تسويق لها القناة، قناة مثلا فيها يعني ناس فضلة، فآتي أنا وأقول يا شباب ترى تردد القناة بالطريقة الفلانية بالأرقام الفلانية، ارجعوا إليها، ادخلوا لها، ضعوها عندكم في الرسيفر، بحيث أني يا أخي ربما أن أحدا جالسا في بيته لا يعلم عن هذه القناة. صحيح. فدخل خلال الفيسبوك وسجل الأرقام ثم دخلها وتعلم شيئا من الخير، وساق الله تعالى لي أجورا أنا لم أكن أعرف عنها. يا عبدالعزيز، الفيسبوك مفيد جدا في البحث عن صداقات قديمة. يعني أحيانا مثلا شخص 7-8 سنوات منقطع عنه، أنت غيرت جوالك وهو غير جواله، وربما أنت انتقلت لبيت آخر مثلا، تكتب اسمه في الفيسبوك، أو أحيانا تجد هو صديق مشترك بينك وبين صديق آخر. فتضيفه. أحسن. يعني أنا أحيانا أنا أتتني أكثر من إضافة من أشخاص يمكن خبره فيه وأنا متوسط أو ثاني متوسط. صحيح، صدقت. هذا أيضا في تكوين العلاقات القديمة، وكذلك في صلة الأرحام. أحيانا ربما طبعا لا يجوز صلة الرحم فقط عن طريق الإنترنت. يعني واحد يبغى يصل أرحام أخواته وإخوانه والله داخل بس في الإنترنت ولا في الجروب في المجموعة حقة العائلة ولا في المنتدى، ويدخل ايش اخباركم عساكم طيبين، نجحوا خلاص. حتى اتصال تليفوني ما في اتصال في المحادثة حقيقة. فهذه مشكلة. أو أنا أتوقع أيضا خلال يعني قل الآن يمكن أمهاتنا وأبائنا اللي هم في 60 و70 و80، ربما يعني أنا أتكلم عن أبي وأمي يعني هم في 80، ربما ما أبوي ما عنده إنترنت ولا عنده إيميل يعني، فلا بد أنا حتى يعني آتي أسلم عليه وأقبل رأسه، لا بد أن آتي إليه. ولكن أنا أتصور أن خلال 10 سنوات سيصبح الذين في عمر يعني 70 أو ربما أكثر من ذلك، أنا أتكلم عن المملكة يعني ولا خارج المملكة، ربما يعني أن هذا من زمان عندهم فيسبوك وعندهم إيميلات،
فيصبح ولده بدل ما يتصل كيف الحال يا أبي اليوم أنا بتغدى معك وبتعشى معك يدخل على الصفحة وكيف حالك أنا اليوم اختبرت أبشرك اختباري حلو ويطلع فيعتبر حقيقة قطيعة للرحم هذا ما صار صلة رحم هاي أحمد هذه موجودة الآن ومفيدة جدا للشباب المغتربين برا اللي يدرسون برا أحسن مثلا أمه تبغى تطمن عليه ولا أبوه فيكون مثلا عند أخوانه ولا أخواته عندهم جهاز ولا عندهم النت والفيس فيتواصل معهم يطمنها على أخبار الصورة أحيانا ينزلها لهم فمفيدة هذه مرة للشباب أحسنت هو بلا شك هذا العفاء هاي ناصر في ما تكلمت عن الأخبار الفنانات وزي كذا طبعا الفيسبوك عبارة عن عالم في مجموعة من الدول على أي ملة أنت تبغى أو أي توجه تبغاه تلقى موجود في منها مجموعات اللي هي مجموعات دعوية الإسلامية اللي ينشرون الدعوة للغرب يعني باللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية فتلقى فيها أكثر مجموعات وفي منها مجموعات اللي هم مجال الفن ومجال التمثيل تلقى لهم مجموعة الغنى ما الغنى لها مجموعة تكوين الصداقات والعلاقات البزنس لها مجموعة فيعتبر عالم شامل في أكثر من دول كل دول لها توجه أحسنت وأيضا أنا أؤكد على الناس اللي عندهم لغات متعددة الآن أنا لا أتكلم فقط عن السعودية عندنا مجموعة من الشباب المبتعثين ربما يتجاوزون 86,000 الآن يعني شباب وفتيات لكن أتكلم أيضا عن من يشاهدون الآن في هذه اللحظة من الدول الأخرى يعني أنا أجزم أن فيه من يشاهد أنا كنت في الأرجنتين قبل فترة والأرجنتين الجهة الثانية من العالم يعني حتى تصل إليها تطير من هنا إلى ألمانيا مثلا 6 أو 8 ساعات ثم 13 ساعة حتى تصل إليها ومع ذلك رأيت هناك من يتابع برنامجنا مسافرون ويشكرنا عليه ويثني عليه في الأرجنتين وفي البرازيل فأنا أقول كذلك هناك أولئك يتكلمون اللغة البرتغالية واللغة الأسبانية واللغة البرازيلية بعض أبنائنا يتكلمون الإنجليزية بطلاقة بعض الطلاب عندنا أنا رأيتهم يدرسون في الصين ويتكلمون اللغة الصينية بطلاقة بعضهم يتكلمون اللغة التشيكوسلافيكية والأوزبكية والأوكرانية روسية. يعني طيب هذا الذي يتكلم الأوكرانية يعني هنا في السعودية قد لا يحتاجها ويتكلم مع الناس مع الموظفين وغيرهم طيب لماذا لا تدخل إلى الإنترنت في الفيسبوك ولا في غيره وتحاول أن تدعو الناس الذين هناك من خلال هذه اللغة منها أنك تقوي لغتك أيضا وأنك ما تنسى مفرداتها ومنها أيضا يا أخي أن يكون لك تأثير من خلال يعني هذه الصفحة الخاصة بك أيها الأحبة الكرام لا يزال معنا أفكار إن شاء الله سنطرحها لكم بعد هذا الفاصل القصير فلا تذهبوا بعيدا تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الجميع إن الجميع مسافرون أيها الأحبة الكرام من ضمن الأمور التي ينبغي أن يتنبه عليها ألا يكون الإنسان عفوا على يعني العبارة ساذجا ويبدأ يدخل في صفحة في الفيسبوك أو حتى في غيرها يدخل جميع أسراره ربما نشر صورا خاصة به خاصة بزوجته ربما هو وزوجته لهم صور مثلا في خلال أسفارهم ولا غيره وجاء ونزلها مثلا في فيسبوك يظن أنه لن يراها إلا إخوانه وأخواته اللي ممكن أن يضيفهم فإذا بهناك يعني طرق معينة يستطيع غيرهم أن يدخل على صفحته وربما ابتزه أو ابتز أخته أو ركب عليها عن طريق برامج الفوتوشوب ركب بعض الأشياء وأفسد عليهم وأنا قرأت أن دعوة من كل 5 دعوات طلاق من كل 5 دعاوى طلاق في المحاكم البريطانية هي بسبب الفيسبوك لما اكتشف على زوجته بعض الأشياء أو هي اكتشفت عليه بعض الأشياء وأنا أتصور يعني أني قرأت هذا في تقرير لأنهم ربما يهتمون بهذه التقارير أكثر منا لكن أنا أكاد أن أجزم أنه أيضا لو نظرت اليوم في بعض يعني سواء في المملكة أو في دول الخليج أو في غيرها ربما تجد يعني شيئا مشابها لهذا في اكتشاف بعض الناس أشياء على أهاليهم عياذا بالله من خلاله لذلك تجسس على أسرار الآخرين الله سبحانه وتعالى حرم ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجسسوا ولا تحسسوا لا تجسسوا يعني لا تأتي بنفسك تتجسس وتنظر ولا تحسسوا لا تتحسس الأخبار تقول ها أخبار فلان هل هو وقع اذهب يا فلان انظر لي ونحو ذلك من أهم الأمور أيضا أن ينتبه الإنسان أيضا أنه ربما اخترقت صفحته في أي لحظة إذا كان في أشياء خاصة تتعلق بحساباته أو تتعلق بأمواله أو نحو ذلك كذلك الأب إذا كان ولده الصغير عنده صفحة أحيانا ابنك يعني يا أخي أنا ألاحظ أحيانا بعض الناس
أدخلوا عليهم مثلا مع زوم على غدا ولا عشاء بعض الزملاء, فيأتي ولده معه الجوال يبدأ يصورني, فأقول يا ولدي ليش تصور؟ قال بنزله في صفحتي في الفيسبوك. طيب يا ولدي عطني فرصة أصلح نفسي قبل تصورني. أحيانا تدخل على بعض زملائك ويكون جلستك مثلا فيها نوع من الأريحية, ربما أنت خالع الغترة وخالع الطاقية ويا أخي داخل جو مع صاحبك يعني تسولف معه, ولا طلعت بر ما تدري إلا طق وصورك يا ولدي تعال طيب امسحها, فتفاجأ بها في الانترنت ولا في الفيسبوك يعني. وأنا لا أرضى أن تنشر صوري. وفي ناس يفسرون لها بعدين تفسيرات يا شيخ أحمد, حتى لو ما فسروها لا أرضى أن تنشر صوري بهذه الهيئة. يعني أنا لما بطلع في التلفزيون أطلع بصورة بشكل معين, ما يرضى الواحد أنه يعني يطلع بطريقة أخرى. فلا يجوز نشر شيء إلا باستئذان أهله, حتى الإنسان ما يعني ما يعاقب على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لأحدكم أن ينظر في كتاب أخيه إلا بإذنه. ما يجوز أني أنظر في أشياء خاصة به إلا إذا استأذنته, فما بالك باللي ينشر صورا عنك. يا عبد العزيز, الفيسبوك يا عبد الرحمن مفيد جدا في تحريك الناس لعمل أعمال معينة. يعني مثلا أعمال إغاثية لما حصلت عندنا أمطار الغزيرة في الرياض, فيضانات أسر غرقت وسيارات غرقت, أحد الأخوة محمد المطيري أنشأ جسد واحد في يوم أو ثلاثة أيام تقريبا 5000 مشترك. أوه أي. ما شاء الله في نعم. خلال الكوارث هذه اجتمعت عدد من المجموعات التطوعية في مجموعة واحدة. أحسن. أنقذ قرابة 80 أو 90 أسرة. هذا طبعا بلا شك أنه أيضا مهم, خاصة أن الناس الحين ما حد يحتاج يروح الكمبيوتر حتى يدخل الفيسبوك, كلام من خلال جواله ولا من خلال كمبيوتر المحمول معه. من أهم الأشياء أيضا ألا يكون الإنسان سببا لمعصية الآخرين, يعني ينشر مواقع سيئة من خلال صفحته أو من خلال الجروبات اللي هو مشترك فيها المجموعات, أو ينشر أحيانا يعني دعايات كما ذكرت لمواقع سيئة ونحوه. أي ناصر, في الاستخدامات الثانية عن طريق العلاقات الجسد واحد أو طريقة الإنقاذ, ففي أجهزة البلاك بيري يعني ممكن ننتقل فيها. طبعا بلاك بيري فيه لها يعني برنامج خاص يتم عملية ربط بينه وبين الفيسبوك في نفس الجهاز البلاك بيري. لو جاك البلاك بيري كان الفترة الأخيرة اللي صارت الأمطار اللي في الرياض, فكان أخيرا وسيلة في أحسن يعني أسرع من تناشر الخبر من وسائل الإعلام. غرفة عمليات تقريبا. كنا متواجدين في مكان, جيت طالع من العمل تجيني رسالات ترى الطريق الفلاني مسدود في غرق في المكان الفلاني, توجه مع الطريق الفلاني إذا كان موقعك كذا, الطرق الفاضية الطرق المليانة. ثاني شيء دليل أن الخبر صادق, ففي برنامج لما تصور ترفع عن طريق الرابط فيوصلك الرابط الصورة موثقة والكلام يعني إنه الخبر صحيح يعني. هذا هو جميل جميل. هذا أيضا أمر مهم ومن أهم الأشياء أيضا حقيقة, وهي يعني أمر ينبغي يعني الانتباه إليه, ألا يكون الإنسان كل وقته عبر بلاك بيري وعبر عبر الفيسبوك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يأتي على الناس زمان لا يدرى فيه ما صلاة ما صيام ما صدقة, حديث عند الطبراني. يعني يبدأ الناس حتى الصلاة والصيام صدقة ما يدرون عنها. يا أخي أنا تأملت الأحاديث اللي جاية في أشراط الساعة وألف فيها كتاب نهاية العالم, وجدت أن الأحاديث اللي تصف أشراط الساعة تستطيع أنك تكتشف من خلالها طبيعة حياة الناس في آخر الزمان. يعني مثلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يكثر فيهم السمن. طيب يكثر فيهم السمن, لابد أن هناك يعني تقنيات معينة وأسباب تجعله يكثر فيهم السمن, إما تنوع المآكل والمشارب, ولا استعمال أحيانا الكيماويات كثيرا والبعض التركيبات الكيميائية في الوجبات السريعة, أو كثرة الجلوس واستعمال ريموت كنترول والتنقل بالسيارات وما شابه ذلك, حتى أصبحت تستطيع أنك تتنبأ ببعض ما سيقع في آخر الزمان. كذلك ما يتعلق بضعف العلم الشرعي عند الناس, انصراف الناس عن العلم الشرعي, انصراف الناس عن التبكير إلى الخطبة لأجل الاستماع إلى الخطيب والاستفادة منه, انشغال الناس كثيرا بالجلوس على الفيسبوك والجلوس على البلاك بيري وغيره, ترى يعني يضيع عليهم كثيرا من أعمارهم, وأيضا ربما ذهبت زهرة الشباب وذكائه ويعني فطرته ذهبت من خلال ذلك دون أن يستفيد من وقته. وهذه ترى يعني مسألة لا بد أن يتنبه عليها. أنا لما أجلس على النت أدخل إلى منتديات أنتفع بها, أزيد فيها معلوماتي, أطور فيها نفسي, أدخل يعني أفيد الناس بشيء, أنشر إيميلات تكون نافعة. أما أن يجلس الإنسان فقط لأجل تضييع وقته فحسب, هذا بلا شك أن الإنسان مسؤول عنه عند الله. هاي أحمد, ودي تشير يا عبد الرحمن إن شاء الله صفحتنا في الفيس برنامج مسافرون إن شاء الله. زاك الله خير. هو فعلا إن شاء الله تعالى الشباب لهم بإذن الله تعالى صفحة في الفيسبوك سترونها إن شاء الله تعالى. هي بدأت عموما من أول رمضان يعني
بدأت، وإن شاء الله تعالى أن تكونوا من دخل الحمد لله، من لم يدخل ندعو إلى دخولها، هي لبرنامج مسافرون. كذلك أنا سأعمل دعاية اليوم لصفحتي في الفيسبوك، شباب أعطونا الكاميرا على عبد العزيز، الصفحة الرسمية للشيخ محمد العريفي على موقع الفيسبوك. امشي شوي ولا خذوا زوم أنه ولا دبروا نفسكم، فيها جديد الشيخ وأخبار الشيخ. طيب طبعا هذه الصفحة بالمناسبة هو انشئ لي عدد من الصفحات من شباب يعني جزاهم الله خير محتسبين، ويعني انا اشكرهم حقيقة على حسن ظنهم، لكن كان بودي انهم راسلوني قبل ان ينشئوا لي صفحة خاصة بي، لان المشكلة يعني احنا ذكرنا في الحلقة الماضية ان لما تنشأ صفحة باسم الشيخ فلان او معبر الاحلام فلان او حتى لاعب الكرة فلان ولا الممثل فلان او غيره، الناس يظنون يعني عامة الناس الا من كان يعني فطنا، لكن عامة الناس يظنون والله هذه صفحة رسمية له ويبدأون ربما يراسلونها من خلالها. الصفحة اللي عرضها الأخ عبد العزيز هي صفحتي الرسمية. أيها الأحبة الكرام، جرت عادتنا في آخر كل حلقة أن نعرض لكم مقطعا ثم نعلق عليه في إعلام جديد، نخرج إلى مقطعنا هذا ثم نعود إليكم بإذن الله. تحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع لاهياً في دروب الحياة، تسير الخطى في دجى الحيرة، وتقضي الزمان بغير اعتبار، ويداك أبصر من الغفلة، ولا تاك يوما مع السادرين، وتحيا بعيدا عن السنة. حياة لرحلة والكل فيها عابرون، فاحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون. إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث في من يعذب الناس في أجسادهم، فكيف بمن يعذبهم في أعراضهم أو يعذبهم في عواطفهم أو يعذبهم في يعني نفوسهم وأمورهم المعنوية. وحقيقة أنا يعني أقول ليس اللوم بس أحيانا على الشاب اللي غازل البنت ويقسم لها أنا والله ما أعرف غيرك، تقول ما أعرف غيرك إلى آخره، ليس اللوم عليه فقط، القانون لا يحمي المغفلين. صحيح. يعني أحيانا لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم، يعني أحيانا اللوم ما هو على الذئب، ليش جئت؟ اللوم على بعض الغنم اللي هي تركت الراعي وابتعدت عنه. صح. فلا بد أن ننتبه لهذا. أنا عصر زي الأخ اللي قبل شيء في البرنامج، فهذا يفضلنا أفضل وظيفتين، إما أنه موظف سنترال يعني كسرات الرد التعامل، أو أنه في كنترال حق أحد القنوات. لا مشكلة أن تتهم عاد كنترول القنوات، هذه مشكلة. وأنا أيضا أنبه على هذا، يقول ينفع أنه يشتغل هالشغلة. إيه يشتغل هالشغلة يمكن عاد، لكن ترى بالمناسبة يعني إحنا مشكلة بعض البنات يعني فيها حسن نية زائد حبتين عن اللازم يا أخي، ويصبح يلعب بعقلها كل أحد، يعني يبدأ الكنترول يكون معها علاقة، إيش اللي بيقدمها لها حتى يكون العلاقة؟ مجرد أنه يعيد رسالتها مرتين ثلاث بس، وهي يكفيها هذا منه. يعني لو كانت القضية قال لها بعطيك طقم ذهب كوني معي علاقة، هذه 50,000 حولت لحسابك كوني معي علاقة، بس عشان أنها تؤمل أنه يعيد رسالتها مرتين ثلاث وتبدا تعطي وجه تكون علاقه. بس ترى العكس صحيح، في بعض الحين العكس صحيح، يعني بعض البنات او النساء هي اللي تحاول يستغل الرجال، يعني الشخص اللي قد يكلمها تلقى تسحب رصيده كله كامل عقب ما تقول له باي باي. يا رجال انا مره واحد يستفتيني من الشباب يعني يقول يا شيخ انا احسن تقليد اصوات البنات وطالب في الجامعه، يمكن يعاد يسمعني الحين لكن ما قلت اسمك عشان ما تزعل عليك، فيقول يا شيخ واقلد صوت بنت واكلم بعض الشباب اذا انتهى رصيدي، وأقول له يا بعد عمري ما أدري وشو حول لي 100 ريال رصيد على طول، يقول يا شيخ وطلع لي في الشهر 1,000-1,500 ريال رصيد، وأبدأ أصل الأرحام به، أكلم الوالدة وأكلم خواتي. إن شاء الله هذا هو مصطلح يا عبد الرحمن. أفمن زين له سوء عملي فرآه حسنا. هذا بين قوسين يسمون خرفان. الخرفان اللي يخرف يعني ياخذ الخرفان اللي يشحنون. أها. وطبعا الآن يستفتيني يقول ما الحكم في ذلك؟ فأرسلت لك يا ولدي هذا لا يجوز أصلا تشبهك بالنساء حرام وأكلك أموال الناس بالباطل حرام. فرد علي قال لي شيخ لكن هذولا أصلا دشير، لو أنا لم أخذ فلوسهم كان هم يستعملونه مع بنات. قلت حرام، قال طيب أنا استعملها في صلة الأرحام. قلت حرام.
فأنا أقول كل هذا الواحد ينبغي أن ينتبه له. الله يوفقنا وياكم. أشكر لكم متابعتكم أيها الأفاضل. إلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدانا سائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون، إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون. مسافرون مسافرون على هدانا.